أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة أبرمت مع العقل المدبر لاعتداءات 11 من أيلول سبتمبر خالد شيخ محمد ومتهمين اثنين آخرين اتفاقات للإقرار بذنبهم بالتهم الموجهة إليهم مقابل عقوبات مخففة تصدر بحقهم. قال البنتاغون في بيان إن الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للعامة في الوقت الراهن. فما الذي يعنيه قانونيا اعتراف المتهمين الرئيسيين بالذنب في أحداث 11 من سبتمبر؟ ماذا سينجر عن ذلك؟ وكيف سوف تتعامل العدالة الأمريكية مع هذا التطور القانوني؟ إقرار بالذنب مقابل عقوبات مخففة، هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الدفاع الأمريكية والعقل المدبر لاعتداءات 11 من سبتمبر خالد شيخ محمد، حسب بيان أصدره البنتاغون. وقال فيه إن المدعين توصلوا مع المتهم الأول بالتخطيط للهجمات واثنين معه بسجن غوانتانامو إلى اتفاقات بالاعتراف بالذنب دون الكشف عن شروطها. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين بالبنتاغون قولهم إن الاتفاق يشمل أيضاً المعتقلين وليد بن عطاش ومصطفى الهساوي، في خطوة تقول الصحيفة إنها قد تجنبهم الحكم بالإعدام ليواجهوا بدل ذلك السجن المؤبد بتهمة الإرهاب وبقتل ما يقرب من 3000 شخص في الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن عام 2001. حسب ما ذكرته الصحيفة، قال المدعي العام الرئيسي في هذه القضية في رسالة إلى أفراد أسر ضحايا الهجمات إن الثلاثة يمكنهم تقديم إقرارهم بالذنب في جلسة علنية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. المتهمون الثلاثة محتجزون منذ 2003 ولم يمثلوا أمام القضاء بعد أن تعطلت إجراءات تقديمهم للمحاكمة بسبب مسألة ما إذا كان التعذيب الذي تعرضوا له في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية قد أفسد الأدلة ضدهم أم لا. وكان محامو خالد شيخ محمد، وهو أحد أعضاء تنظيم القاعدة، قد أشار قبل عامين إلى أن مفاوضات تجري من أجل التوصل إلى اتفاق على عقوبة مقابل الإقرار بالذنب بدلاً من مثول المتهمين الثلاثة أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو. انضم إلينا من بنسلفانيا كولين كلارك، مدير السياسات والبحوث في مجمع صوفان. مرحبا بك سيد كلارك. ما الذي يعنيه قانونياً الاعتراف بالذنب من قبل متهم، خاصة هؤلاء المتهمين في أحداث 11 من سبتمبر؟ نعم، أعتقد أنه بشكل جزئي هذا الأمر يظهر بالفعل الأدوار التي اطلع بها كل من هؤلاء الأشخاص منذ العام 2001. هذا بمثابة رمز يهدئ من أنفس أفراد أسر الضحايا، وعلما أن بعضهم كانوا غاضبين ويقولون أنهم لم يسمح لهم بالاطلاع على مجريات التحقيق، ولكن أعتقد أنه بشكل مجمل أو بشكل عام هناك إرادة لإغلاق هذه القضية، ولإغلاق القضية يجب إبرام مثل هذه الاتفاقيات ويجب تهدئة أنفس أفراد أسر الضحايا، فهذه الصفقة تحقق هذين الهدفين. ما الذي ينبني عليها؟ في عادة هذا النوع من الاتفاقات، ما الذي ينبني على صفقة مثل هذا النوع؟ إذن نأمل أننا سنعرف المزيد عن هؤلاء الأشخاص لأنهم سيقرون بالذنب، إذن سنعرف بالتمام دورهم وهم سيعترفون بكل الأمور التي اطلعوا بها وفعلوها في ذلك الوقت، وكيف مثلا قدموا الخطة لأسامة بن لادن، وأيضا ربما سيتم تسليط الضوء على أشخاص لم يكونوا بارزين مثل هؤلاء المتهمين الثلاثة، ولكن أيضا اطلعوا بأدوار معينة. إذن سنعرف المزيد من التفاصيل والمعلومات،
ويحق للعامة ولا سيما أفراد أسر الضحايا بمعرفتها. نأمل أن يكون هناك مساءلة شاملة مقابل هذه الصفقة. كيف سيتعامل نظام العدالة الأمريكي مع هذه الحالة تحديدا بالنظر إلى خصوصية مسألة 11 من سبتمبر بالنسبة للأمريكيين، بالنسبة للتاريخ السياسي الأمريكي المعاصر، وكذلك كون المتهمين حتى الآن لا يزالون في معتقل غوانتانامو؟ نعم، إذا كان هناك مفاوضات على مدى أكثر من عامين. أعتقد أن النظام القضائي سيتعامل مع هؤلاء المتهمين على أنهم إرهابيين طبعا. مثلا كان هناك إرهابيين محليين تم التعامل مع محاكماتهم وقضاياهم بشكل يتماثل مع أو يتوافق مع القانون الأمريكي، إذا لن تكون هذه القضية مختلفة أو خاصة، لا بل سيتم التعامل معهم على أنهم إرهابيين بموجب القانون الأمريكي، وستكون قضاياهم مثل القضايا الأخرى. طبعا ربما سيمضون وقتا طويلا في الحبس الانفرادي، لن يتم السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي كثيرا، مثل هذه الأمور. ويجب أن نشير إلى أن العديد من المعلومات ما زالت سرية. هناك أشخاص يريدون معرفة دور السعودية مثلا. هل برأيك هذه بداية مرحلة طي صفحة 11 من سبتمبر في إطار قانوني أو قضائي؟ آمل ذلك، نعم. لقد استغرقت هذه القضية وقتا طويلا، ولقد احتجز هؤلاء الأشخاص في غوانتانامو منذ العام 2003 كما قلنا. لذلك من النظرة القانونية، نعم، آمل أننا سنكون في بداية طي الصفحة، وبعد 6 أسابيع سيتم تذكر هجمات 11 من سبتمبر، وربما سنعيد فتح الجراح، فهي ذكريات أليمة طبعا، لكن آمل أن يتمكن أفراد أسر الضحايا من الارتياح بعد هذه الصفقة وبعد إغلاق القضية. أعتقد أن طي الصفحة من المنظار القانوني هو مهم، ومن المهم أيضا رتق الجراح. هل أيضا سيكون من الضروري بعد إصدار الحكم أن يقضي المحكومون عقوبتهم في أراضي الولايات المتحدة وليس في غوانتانامو؟ نعم، لأنني أعتقد أن الهدف هو إغلاق هذه القاعدة في غوانتانامو. فعلا أعتقد أن هذا تدبير ضروري للتأكد من أن المجرمين الخطرين هم موجودين في سجون في الولايات المتحدة ولا فرصة لهم أبدا للهروب. هنا نحن لدينا سجون هنا تتمتع بأنظمة أمن ومراقبة تعد من الأشد في العالم، لذلك هذا تدبير مهم. أشرت قبل قليل إلى أدوار الدول، هل بإقرار هؤلاء بالذنب في إطار هذا الاتفاق أيضا يمكن أن تطوى صفحة المتعلقة بأدوار الدول، أم أن القضيتان مختلفتان أو منفصلتان؟ نعم، السؤال مثير للاهتمام كثيرا، لأنه هناك بعض النظريات حول مثلا دور المملكة العربية السعودية، ولكن ما زالت المعلومات سرية. فنحن نسعى لطي الصفحة، نعم، ولكن بعض الجراح القديمة الآن يتم فتحها، ومن بين هذه المعلومات هي تشمل دور المملكة العربية السعودية.
وطبعا نحن الآن نذهب إلى الانتخابات الرئاسية، وأمل أن يتم فتح هذه المسألة في المناقشات الرئاسية وفي الصحف الأمريكية. ربما المملكة العربية السعودية تنظر إلى المستقبل الآن، ولكن ما زال هناك تاريخ يجب فتحه، ويجب أن نسبر غور العلاقات الثنائية بين البلدين منذ ذلك الحين وحتى اليوم. أعتقد أن ذلك يمكننا من معرفة كل التفاصيل ومن معرفة العلاقات المستقبلية بين البلدين، فالعائلات يستحقون أن توفر لهم الشفافية. كولين كلارك مدير السياسات والبحوث في مجمع سوفان، شكرا جزيلا لك.